حياكم الله من جديد في كويت اليوم. في أزمة كورونا أظهرت إيجابيات وسلبيات وايد، وخاصة في إطار الأسرة والعلاقات الزوجية، من ضمنها اتكالية الأزواج واعتماد الكثير من الأزواج أو حتى الزوجات على الطرف الآخر في الكثير من المهام. شنو سبب الاتكالية الأزواج على بعض؟ موضوع راح نناقشه اليوم مع ضيفتنا الأستاذة هدى الماجد، استشاري نفسي وسلوكي. أصبح عليك بالخير أستاذة هدى، وحياك الله معنا. صباح الورد، والله يحييكم، شكرا على الاستضافة. حياك الله. موضوع اتكالية الأزواج، أتوقع الحين يا الأزواج أو الزوجات الصبر عندهم وصل حده. راح أعرف تفاصيل والمقصود من اتكالية الأزواج، لكن راح أشوف معاك ويا المشاهدين هذا التقرير وأرجع أكمل معاك. هذا هدى، قبل لا أدش في التفاصيل ومنو قاعد يتكل على الثانية أكثر، خلينا بس نوضح المقصود من الاتكالية في الزواج، شنو المعنى منها؟ تمام. أو شنو المقصود؟ إيه طبعاً، إيه هي زواج المفروض إنه يكون شراكة بين طرفين، بمعنى أن هناك مسؤوليات، حقوق، وواجبات تؤدى من كل طرف مقابل العيش في مصلحة نسميها مثلاً مشتركة أو متوازنة بين الطرفين. لما يكون في اتكالية أو بمعنى الاعتمادية، يعني معناته أن واحد من الطرفين يتخلى عن أداء المهام والمسؤوليات والواجبات، مو بالضرورة أنه يتخلى كل التخلي، ولكن ممكن هو يتنازل عن بعض المهام والمسؤوليات فيكون عبء على الطرف الآخر. هذا باختصار شديد معنى الاتكالية، فأنا أعتمد على الطرف الثاني. تمام. الحين لأن مو ما هي واضحة العلامات أو خلينا نقول الأساس، يعني قاعد نشوف الحين أزواج وزوجات من بداية العلاقة الزوجية كل طرف مو عارف شنو حقوقه أو واجباته تجاه الطرف الآخر. فنشوف مثلا زوجة تشتكي تقول أنا زوجي متكل علي بوايد أمور، بس يمكن هي من الأساس هذه واجباتها إيه هي. فخلينا نقول عيل شنو إيه هي العلامات اللي تدل أن في واحد من الأطراف قاعد يتكل على الثاني. طبعا يمكن كثير من الأزواج بعد الارتباط أو بعد ما تستمر العلاقة لفترة معينة، يلاقي نفسه أنه هو دائما المسؤولية التواصل الكامل عليه هو، يعني مثلا إثارة أي مسألة عائلية أسرية تخص الأولاد مثلا، أو تخص أي مسألة تخص الأسرة، الطرف اللي يثير هذه المشكلة هو دائما الطرف المبادر. فهذا مؤشر أن الطرف الآخر اللي ما يثير هذه المسائل العائلية في محاولة أنه يحلها، معناته أنه هو شخص اتكالي أو اعتمادي. أيضا إذا كانت الزوجة أو الزوج يلاقي أن الحدود الشخصية مالته بدأ يفقدها، بمعنى أن التواصل الكامل هو عليه، بمعنى أن علاقاتي مثلا الأسرية، علاقاتي مع صديقاتي، علاقاتي مع العائلة مو قادرة أحصل لها وقت ومجال بسبب الالتزامات العائلية هذا أو التزامات الأسرة، هذا يعطينا أيضا مؤشر أن الزوج معتمد أو الزوجة بالمقابل معتمدة على الطرف الآخر. طبعا وضوح المهام والواجبات إذا ما كانت واضحة والمسؤوليات بين الطرفين، ممكن هذا يطول مدة إن احنا نكتشف منو الطرف اللي متكل على الثاني. ولكن إذا كانت المهام واضحة وفي قاعدة صريحة بين الزوجين، هني تراوالي الأمور تكون وايد أسهل. يعني مهم إنه يكون في جلسة بينهم هما الاثنين ويتفقون مع بعض شنو الأشياء اللي الزوجة راح تقوم فيها وشنو الأشياء الزوج اللي راح يقوم فيها، عشان ما يصير في الاعتمادية الكاملة. خصوصاً إحنا قاعد نشوف قاعد نشوف في الآونة الأخيرة، وما يخالف خلينا نكون صريحين، قاعد نسمع خصوصاً بين القعدات النسائية دائما نسمع أن بعض المتزوجات تنصح المتزوجة الحديثة اللي توها متزوجة، تقولها ترى الريال على ما تعودين، عودي من الحين مثلا أن شغل الجمعية عليه، شغل أي شيء مثلا يخترب في البيت خلي الريال يقوم فيه عشان لا يعتمد عليك بعدين. فصحيح معناته هذا أن الواحد يعتمد من البداية على الخطوط الأساسية في العلاقة والواجبات، خلينا نقول صح؟ طبعا طبعا مهم جدا أن احنا نحط وضوح وحدود في هذه العلاقة، بما معنى أن تكون هناك الحقوق، وهذا شيء يعني ما يزعل. الآن بالنسبة حق المقدمين على الزواج أو المقبلين على الزواج، الحين في هناك جلسات إرشادية، لكن اللي فاتهم القطار وما قدروا يسوون هذه الجلسات الإرشادية عشان أنا أكتشف طبيعة شخصية زوجي أو طبيعة شخصية زوجتي المستقبلية، الآن ما زالت هناك فرصة وناخذ الخبرة احنا من الآخرين. يمكن مقولة جيدة أن أنا ما أقوم في هذا الدور أو المسؤوليات الكبيرة من البداية عشان أعطي الطرف الآخر، لأن ترى في فخ ممكن تقع في بعض الزوجات
وهو انه تكون، خلينا نكون نتكلم بصراحة أكثر، نمط شخصية الإنسان يؤثر على ردود أفعال الطرف الآخر. بعض النساء هي شخصيتها يكون في جانب تحمل المسؤولية، يعني بحكم التنشئة بطبيعتها هي الجانب الذكوري والإحساس بالمسؤولية يطغى عليها أكثر، فهذا يعطي مؤشر حق الطرف الآخر إن أنا خلي أعتمد عليها. لذلك فعلا لما نحن نحدد هذه حقوقي هذه واجباتي بحكم المتعارف عليه في مجتمعنا، وبحكم هما ثقافتهم وايد راح تكون الأمور أكيد أسهل، والحياة راح تكون يعني مبهجة أكثر. يعني انت بالضبط جاوبتي على السؤال اللي انا كنت ابي اساله، ان دائما نقول على حسب طبائع الازواج. يعني مثلا في صحيح زوجات تقول انا احب اخلص الشغل بسرعه ما ياخذ مني يوم، ومثلا زوجي لا والله عادي يعني ياخذ المهمه اللي مطلوبه منه ويسويها بعد 3 4 ايام. فممكن ان طبع صح الزوجه هو اللي يؤدي، او العكس طبعا صحيح، ان الطرف الثاني يكون متكاسل نوعا ما او اتكالي. صحيح، لأن الناس يختلفون في الطاقات، اي طاقتي الاستيعابية طاقتي في تحمل المسؤوليات تختلف عن طاقة إكس تختلف عن طاقة واي. أيضا الزوجين طاقة كل واحد فيهم، يعني عاش 20 سنة 25 سنة قبل الزواج، وهو متعود إن ما شاء الله الطاقة الاستيعابية وطاقة تحمل المسؤوليات كبيرة جدا. لما يجي شخص آخر راح يقوم في هذه المسؤوليات، بالنسبة حق الطرف المتعود إنه هو دائما يعني يقوم بالمسؤوليات كنا سحب صلاحية منه، يصير في مقاومة من الطرف الآخر، فواحد منهم هو اللي راح يتنازل. بعض الزوجات يعني في هذه الأزمة هي اكتشفت الحين إن والله أنا كنت يعني حاملة المسؤولية ومتحملة الواجبات بشكل أكبر. ليش؟ لأن الحين صار في الأعباء زادت بشكل أكبر. يمكن كانت قبل مرتاحة لأن هي تحب الشغل حارب حارب مثل ما قلتي، أو لأن هي تبي الأشياء تنجز بسرعة، أو هي تحس بقيمتها الذاتية لأن هي تعمل وتنجز. لكن لما تزيد المسؤوليات وتزيد الضغوطات ومع الوضع النفسي اللي احنا نمر فيه، يمكن هني تبدي هي تتذمر من تحمل المسؤولية هذا اللي قضت فترة طويلة وهي قاعدة تقوم بهذه الواجبات من غير ما تشعر ساعات. انزين استاذه هدى، اللي الحين يبي يلحق، وخلينا نقول وايد احنا نسمع المثل لا فات الفوت ما ينفع الصوت، خلينا نقول الناس تبي تلحق وتبي تعدل، خصوصا الحين مع ساعات الحظر الجزئي، وايضا قبلها كنا بالحظر الكلي، خلاص صار هذا الصدام وبينت الشخصيات الحقيقيه. فالحين خلاص في ناس تقول انا ابي اغير هذا الطبع وهذا الواقع عشان لما ترجع الحياه الطبيعيه تصير في تساوي في تحمل المسؤوليات. سهل ان نغير الطبايع ونحول المسؤوليات الى الطرف الاخر، وشنو ممكن تكون الطرق هذه؟ وايد جميل الكلام، لكن خلينا نتفق على شغله جدا مهمه. عمليه التغيير بدل لا انا اركز ان انا بغير طرف الاخر، اغير نفسي. لان تغيير العادات، احنا طبيعه الانسان عنده بخل معرفي، بمعنى ان العقل الباطن يرفض اي مقاومه او اي تغيير عفوا للعادات اللي احنا متعودين عليها سنين. وهذا طبيعه العقل اللاواعي، لما يجي العقل الواعي يبي يغير شغلات تحصل فيه مقاومة، إن أنا متعود على هذا الروتين متعود على هذا النظام، فهني تحصل عملية البخل المعرفي اللي نسميها بخل معرفي. لذلك بدل ما أنا أوجه طاقتي إن أنا راح أغير زوجي أو أنا راح أغير زوجتي، خل أنا أغير نفسي في تقبلي لهذا الزوج، أوكي، وتغيير ردود أفعالي اتجاه يعني هذه العادات أو هذه السلوكيات والاستجابات. بمعنى إن عملية التغيير تحتاج إرادة، تحتاج عزيمة، تحتاج سعي، تحتاج عمل متواصل ومجهود. فأنا أركز إن النية تكون من عندي أنا، الإرادة تكون من عندي أنا، فالتغيير يقوم فيه أنا، تغيير وجهة نظري اتجاه هذا الزوج، قبول هذا الزوج. لأن في النهاية نرجع إلى نظرية العلاج السلوكي المعرفي اللي تنصب على الفكرة وعلى الشعور وعلى الاستجابة. فكل ما أنا غيرت فكرتي اتجاه الطرف الآخر، كل ما مشاعري كانت أكيد أفضل إذا كانت الفكرة الإيجابية، وبالتالي الاستجابات راح تكون إيجابية أكثر. فأعطي نفسي فرصة أن أنا ما أحكم على الآخرين أن دائماً أفعالهم بسبب يعني خلل في إدارتهم لذاتهم، ممكن يكون الخلل منا إحنا. لذلك قبول الذات على ما هي عليه من الطرف الآخر، وأنا أحاول اللي أغير، وما في شيء مستحيل أو أكيد يعني متأخر
لا خلينا دائما متفائلين ان كل شيء قابل للتغيير، خصوصا اذا قلنا احنا نغير روحنا وردات فعلنا تجاه الاخرين. صحيح، ماكو شيء اسمه الوقت فات، وبالعكس متى ما الشخص نوى انه يغير وتقبل ايضا الشخص الثاني فكره التغيير فان شاء الله امورهم طيبه. قاعد نشوف الان الكثير والله من الامهات والابهات ودهم يبلشون مع من عيالهم من الاساس، يقول والله احنا ما نبي مثلا عيالنا خصوصا اذا كانوا شباب انه يكونون غير مسؤولين باكر وما يقدرون يتحملوا المسؤوليه اذا كبروا وافتحوا بيوت، وايضا الامهات بالطرف الاخر تقول انا حتى بنتي ابيها تتعلم على المسؤوليه داخل البيت. تحسين ان هذه الخطوه متى ما بادروا فيها الاباء والامهات في سن مبكر ممكن يخلونهم يتفادون الاخطاء باكر لما عيالهم يكبرون يفتحون بيوت انه يكونوا متهيئين لتحمل هذه المسؤوليه؟ جدا مهمة، جدا مهمة ان احنا وايد نعيش مرحلة ذهبية او نعيش عيالنا مرحلة ذهبية او مرحلة ماسية، يعني نقوم بكل المسؤوليات عنهم، نقوم بكل الواجبات، وهذا نشوف ان احنا قاعد نغدق على عيالنا في التربية، بينما هو في الواقع هذا شيء يعني غير صحيح. التربية ان انا اخلي ولدي او بنتي تواجه الحياة، تجرب الحياة، ممكن انا اكون حواليها من بعيد، اوجه، انصح، ارشد، ولكن يعني غير صحيح ان انا اقوم بالمسؤوليات بالنيابه عنها. هذا اكيد يعني شخصيه الانسان متى تنشا؟ من الطفوله، 7 سنوات الاولى، 9 سنوات الاولى في حياه الانسان جدا مهمه. وهذا اللي يخلي بعض الازواج الاتكاليه، لانه كان طفل اعتمادي ما عنده مسؤوليات، فجاه يلاقي نفسه متزوج، عنده مسؤوليه، عنده بيت، عنده اسره، عنده عيال، اروح طبيب، اروح جمعيه، اجابل هذه، هو مو متعود على هذه الحياة. احنا فجأة حطيناه مثل واحد ما يعرف يسبح وفجأة حطيناه بالبحر. لذلك تنشئة مهمة، دور الآباء والأمهات إن يعطون لعيالهم مسؤوليات من الحين. طبعا المسؤولية بما يتناسب مع طاقة الطفل، قدرات الطفل، المهارات اللي يتعلمها، ونكون احنا مساندين لهم. نعم استاذ هدى، ودي اخذ مثال اخر. في بيوت ما عندها المساعدات في البيت يساعدون الام، فكانت في الحياه ما قبل كورونا كانت الام هي شايله هذه المسؤوليه. الان مع وجود الحظر شفنا ان في بعض الازواج ما قصروا قاعد يتعاونون ويحاولون ان يساعدون سواء كانت الام او حتى الابناء في بعض المهام المنزليه. هل ممكن نشوف ان الحظر ساعد في إظهار الطبع من هو متعاون ومن هو أكثر اتكالية وصعب المواضيع أكثر على الأسرة؟ لا صحيح، هو الحظر له إيجابيات كثيرة، خلانا نكتشف بعض أكثر ونطالع عن قرب المسؤوليات اللي يقوم فيها الطرف الثاني. صحيح. يعني إحنا كانت طاقتنا دائما إلى الخارج، إلى العمل، إلى الديوانية، إلى العلاقات الاجتماعية، إلى الصديقات وهكذا. لما وجدنا بالبيت صرنا نشوف تفاصيل كل طرف وكل فرد داخل هذه الأسرة شنو قاعد يسوي، فصار مستوى التقدير عند البعض، طبعا مستوى تقدير الطرف الآخر ارتفع، لأن شفت أنا المهام اللي يقوم فيها جدا كبيرة، المسؤوليات جدا يعني عالية، شايل حمل كثير. هني فرصة حلوة إن أنا أضع الأشياء في موضعها الصحيح، بمعنى إن نستفيد من هذه الأزمة في إن إحنا نستمر. إذا كنا غيرنا عادات إيجابية أو عادات متوازنة، نستمر في هذه العادات، فرصة وايد طيبة إن إحنا نحسن من الشراكة الأسرية، سواء بين الزوج والزوجة أو مثل ما تفضلتي الأبناء، الأم وعيالها، الأب وعياله، وهكذا. ففي إيجابيات من الحظر فعلاً. صح، شفنا الكثير من خلينا نقول الأمثلة الإيجابية في خلال هذا فترة الحظر. الآن خلينا نفترض قلنا الزين وخلينا نفترض المو زين، شنو ممكن يسوون إذا رفضت الشخصية الاتكالية أنها تغير وخلاص أوكي. ولازم الشخص الثاني يتعامل مع هذه الشخصية، شلون ممكن يكون ذكي بحيث أنه ما يأثر على الحياة الأسرية؟ شنو ممكن تنصحينهم؟ الانسحاب، يعني الانسحاب من بعض المسؤوليات اللي هي في الأساس مو مسؤوليتي، بس الانسحاب يكون انسحاب تدريجي وانسحاب ذكي بنفس الوقت في مرونة. يعني أراعي إن خطر الانسحاب هذا، إذا بنسميه خطر، عواقب هذا الانسحاب يكون في ذكاء فيها. لكن أبداً ما ننصح إن إحنا نسوي هذه الشغلات الآن. الآن إحنا في فترة صناعة قرارات، أوكي؟ صناعة القرار تختلف تماماً عن تنفيذ القرار. ممكن أنا
أصنع قرارات وأخطط لها، ولكن التنفيذ ما بعد عملية الحظر. هذه الفترة عفوا الآن هي مرحلة توجيه، إرشاد، صناعة قرارات مثل ما قلنا، اكتشاف أنفسنا واكتشاف الآخرين. أما التغيير الفعلي الحقيقي إذا كان على طرف آخر فأنا أجل شوية، لأن المساحة الجغرافية يعني حاكرتنا. صح، نبي يكون الجو جو هدوء، جو متوازن. إذا ما كان إيجابي على الأقل يكون جو واقعي، بمعنى أن أنا إذا ما كنت في المسؤولية الآن من اللي راح يقوم فيها؟ فإحنا كافي عندنا ضغط خارجي وضغط هذا الأزمة إن صح التعبير، الكورونا، فإحنا ما نخلق أيضا أزمة داخلية في البيت، فنأجل شوية الأمور ولكن نصنع القرار بحيث أنه لما يجي الوقت المناسب ننفذ هذا القرار. وبعدين نقيمه، عملية التقييم بعد جدا مهمة. يعني ما أصنع قرارات وأشوف أنه ممكن الأسرة راح تنهدم بناء على هذا القرار. يعني الراعي أن الطرف الآخر هو معتاد مثلا 20 سنة على هذا الأسلوب من الحياة مع هذه الزوجة، فأقيم القرار، هل شنو إيجابياته شنو سلبياته. ممكن يكون كل قرارات لها إيجابيات وسلبيات، أقيس أشوف عملية موازنة. هل ممكن نشوف بيوت أستاذة هدى الطرفين اتكالين؟ اي، لان العادات احنا غالبا يعني نكتسبها من الطرف الاخر، وهم نعم، يقولون من عاشر القوم يعني اي والله، 40 يوم وهكذا من عاشر عالم. صح، ففعلا احنا نتاثر، ممكن الطرف الاتكالي شخصيته ايضا تكون يعني جدا مؤثره، فبالتالي الطرف يتأثر. الاول يتغير، سواء هذا التغير مقصود او لا. اذا كان مقصود لانه هو يشوف انه ما يبي يتحمل مسؤوليات اكثر، فيقوم هو ينسحب، فيخلق لنا اسره هني ما عندها. طبعا من اللي يضيع هني في السالفه؟ العيال، العيال اذا كان في عيال طبعا. نعم، بينما العكس ممكن في ناس لا، تحاول ان تواجه هذا النقص وتواجه وتكتشف. بعض الازواج يكتشف ان زوجته هي من نمط الشخصيه اللي نسميها الزوجه الطفله، أو الزوجة هو الزوج الطفل، بمعنى أنه هو يحاول أن يحقق يعني أو يحصل على قيمته الذاتية من مدى حاجة الآخرين، أو تمام، هو حاجته للآخرين مو حاجة الآخرين حقه. فإحنا نتفهم أيضا هالشيء ونراعي أن إحنا لا، يعني إذا كان في عادات راح نكتسبها نسوي فلترة، نكتسب العادات الجيدة ونفلتر على العادات الغير جيدة ونسوي لها حواجز أيضا. احنا دايما نقول ان الفترة هذه اللي قاعدين نمر فيها استاذة هدى فترة ذهبية وجيدة جدا وممتازة لإحداث التغيير. فحلو الشخص إذا كان عنده عادة سيئة وده يغيرها، فإحنا دايما نسمع إنه محتاجين 21 يوم عشان نغير أي عادة سيئة، فما بالك الحين إحنا دشينا برابع شهر أو خامس شهر. فالمفروض فعلا إذا كانوا الأزواج قاعد يواجهون أي مشكلة فيما يخص الاتكالية مثل ما تفضلتي وكلامك هو صحيح، يقعدون قعدة مصارحة ويوزعون مرة ثانية المهام عشان يخلقون هذا التوازن داخل الأسرة. شكرا لك على وجودك معنا عبر سكايب الأستاذة هدى، استمتعنا معاك. الأستاذة هدى الماجد، استشاري نفسي وسلوكي. نتمنى من الجميع إن شكرا شاء الله، لكم. حياك الله، نتمنى إن شاء الله من الجميع أن شوية يعني يقدر الطرف الآخر ويشيل عنه بعض المسؤوليات عشان الأسرة تعيش في أجواء صحية وسليمة، خصوصا إذا كان فيها أطفال. لا تزال حلقة كويت اليوم مستمرة، لكن راح نطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا.